أهلا بكم شبابنا وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حديث الشباب. تحرص مجموعة من الشباب على التواصل مع الثقافات الأخرى وتوسيعه. التواصل مع الثقافة اليابانية كان مشروعا لشباب مهتمين بالأنمي والمانجا. كرنفالات عديدة أقيمت وحفلات تنكرية كذلك كانت وسائلهم لإدامة الحوار والتواصل مع هذه الثقافة. تواصل الشباب الثقافي عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع، كونوا معنا. التواصل بين الثقافات كان الفكرة التي انطلق منها مجموعة من الشباب المهتمين بالتراث الياباني، الشباب الجامعيون المنتمون إلى كليات مختلفة. جمعهم الاهتمام بالثقافة اليابانية وإنجازاتها وفعالياتها في مختلف المجالات، فقرروا تشكيل فريق التواصل الثقافي العراقي الياباني. لحظات الحوار الأولى كانت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بدأت النقاشات وانتهت الحوارات بين المهتمين بهذا التواصل إلى عقد لقاء أول وتأسيس فريق يعنى بهذا المشروع. كان عندنا فكرة التأسيس اجتين، واحنا مجموعة من الشباب بينا كنا طلاب جامعيين، كلتنا بعدنا ما متخرجين. كانت الأحداث ب 2015. كان يجمعنا حب جانب معين من الثقافة اليابانية، اللي هو حب الأنيميشن والمانجا اليابانية. الأنيميشن هي الرسوم المتحركة اليابانية، والمانجا هي القصص المصورة اليابانية، لأنه كانت تطرح أفكار المجتمع الياباني، الأفكار المثقفة والمتطورة، يعني تدعو للتطور الأكثر بس بطريقة رسوم متحركة. فكانت ما تهدف شلون نقول إلى فئة الأطفال بس، يعني تخاطب الكبار بالعمر. فكلش كنا مهووسين بهذه الفكرة، وبالشون ممكن أنه تدخل أفكار حديثة إليك بس عن طريق الرسوم المتحركة. إحنا أول ما يعني صار اللقاء مالتنا، احنا كل فرد كان يحب الثقافة اليابانية من خلال الانيميشن الياباني. الانيميشن الياباني مثل ما تعرف هي رسوم متحركة، والقصص المصورة تسمى المانجا اليابانية. فكل شخص كان يحب هاي الفكرة حاول يلتقي بعالم، اللي يعرفه عن طريق الجامعة ويا وجه لوجه، اللي يعرفه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. صارت يعني فكرة بيناتهم انه احنا ليش نبقى يعني بس بمواقع التواصل الاجتماعي، ليش احنا كل واحد مفرد بوحده بمجتمع الصغير، ان كان كليه ان كان عمل ان كان اي مكان، ليش ما نسوي لنا احنا مجموعه خاصه بينا بموقع التواصل الاجتماعي تجمع هاي الفئه من محبين لهاي الثقافه. ومن هنا بدت الفكره انه نجتمع. حاول الشباب بعد الاتفاق على تأسيس الفريق إقامة كرنفالات متعددة، وصل عددها إلى 4 كرنفالات. تقوم هذه الكرنفالات على تقديم فعاليات مشتركة بين الشباب مستمدة من التراث الياباني. الفعاليات اختصت بالأنيميشن والمانجا والألعاب والفلكلور الياباني التي ترتبط ذاكرة الشباب بها، حيث يحتفظ أغلبهم بالقصص المصورة والمسلسلات الكرتونية اليابانية. الفعاليات التي شهدت حضوراً شبابياً كبيراً عبرت عن سعادة الشباب بتجسيد هذا التراث وإرسال رسائل حب دائمة. اول كرنفال ما سوينا، قررنا انه من بعد ما اجتمعنا ب1/7 قررنا نسوي الكرنفال الاول بيوم 2/8 من نفس السنه اللي هي 2015. سوينا الكرنفال واحنا ما متوقعين راح يكون عليه ذاك الاقبال، قلنا خلينا نجرب ننزل الاعلان بالموقع اللي احنا اسسناه ونشوف اقبال العالم. اول ما نزلناه شفنا الاقبال، يعني اذا احنا كنا بالجروبات بينا فد خلينا نقول 600-700 واحد، شفنا الاقبال كلش رهيب. لقينا انه القاعده الجماهيريه لانيميشن ومانجا كلش كبيرة، يعني وكلهم مشابهين بنفس الفكرة، كلها تحب تطور تحب تعمر تحب كذا، بس مثل هذه يعني هاي الثقافة كلش حبوها. فقلنا يابا إذا سوينا كرنفال خلينا نشوف يجونا أو ما يجونا. فحتى اللي كان بصراحة أذهلنا أنه من نزلنا تذاكر حتى الناس تجي تعرف مصاريف القاعة وهاي محتاجة أنه نسددها بالتذاكر، فكنا ملحق على العالم. أول كرنفال سويناه
كان بالبدايه مثل الرهبه، احنا حتى ما توقعنا انه يجون هيك كم هائل للمهرجان. بالبدايه حتى احنا وقفنا بالباب وقتها لما شفناهم الاقبال ما صدقت عبالي يعني شلون يضحكون علينا. من قالوا لي حيجون هواي ناس ما صدقت، لان انا كنت يعني شلون اختلط ويا هيك جروبات مال انمي وهاي، انا حدي رسم لان انا اكثر شيء رسم يعجبني ارسم، بس ما كنت اختلط وحتى اتابع انمي بس مو هوايه، اتابع عندي كم مسلسل انمي خاص. يعتقد الشباب المسؤولون عن فريق التواصل الثقافي العراقي الياباني أن تشابه الظروف بين العراق واليابان بعد الخروج من الحرب يحتم علينا نشر الثقافة اليابانية المتماشية مع مجتمعنا واستلهام تجربة اليابانيين في تجاوز الحرب وبناء البلاد من جديد. يتحدث الشباب عن عمق التجربة اليابانية في بناء السلام في بلادهم والاتجاه نحو الصناعة واستثمار مساعدة الدول الصديقة. اليابان ضربت بقنبلتين نووية بنهاية الحرب العالمية الثانية، أدت تقريبا إلى 90% إلى توقف كل النشاطات، كل البنى التحتية، إلى انهيار البلد بصورة تامة. هذه الظروف اللي مرت بهم ما منعهم أنهم يستمرون، يعني كانت ورا ما صارت الحادثة وصارت القنبلة النووية استمروا رجعوا الإعمار، استمروا بالدراسة، ما توقفوا قالوا والله احنا اتدمرنا خلي نبطل ونوقف، لا كان عندهم اصرار انه يعيدون ينهضون ببلدهم. فاحنا يعني من هذا المنطلق عجبتنا هاي الفكرة، فكرة انه يعني ماكو استسلام، اصرار انت اني البلد اللي تعب علي والبلد اللي وصلني لهذا المستوى اللي لحد الان احنا عايشين من خيراته، يعني لازم احنا نظل بالاصرار نحاول نطوره. البلدين بلد العراق واليابان اثنينهم دخلوا بحروب، بس اليابان تقريبا لما ضربوها بنووي تقريبا 90% من اليابان محت، فتقريبا نفس الظروف، بس هم الفرق انه هم اشتغلوا وتعبوا وبنوا يعني بلدهم من الصفر، بدوا من الصفر وهسه تشوفهم يعني هم كوكب ثاني. اليابان كوكب ثاني يعني دائما هم يقولون. شباب في بابل يرون في الفلكلور الياباني تأثيرا على ثقافتهم، مزايا الشعوب وحبهم للسلام يمكن أن يمنح شبابنا تواصلا مختلفا لنشاهد من بابل. عجبني هو الشيء اللي دخلني للانمي يعني للثقافه اللي هو الانمي، عباره عن رسوم متحركه تقدم فت قصص معينه، وطبعا بها مختلف الفئات العمريه، مو مثل ما هو شائع انه هو فقط للاطفال او هالشيء، وقيمه اكثر من كرنفال، حوالي 4 كرنفالات ببغداد، وتعرف احنا هنا بالحله يعني، فرحت لبغداد يعني على مود اشارك بالكرنفال، وتعرفت على اصدقائي اللي تعرفت عليهم بالفيس بالجروبات مال انمي، ويعني وخصوصا الكرنفال كان كل فد شيء لطيف. طبعا انا كنت صف ثالث متوسط، تعرف بكالوريا ويعني ضغط وكذا، فكنت محتاج في شيء يعني ارتاح بيه، اخذ فتره راحه بسيطه وهاي، فتعرفت بالصدفه على انمي ويعني فتحت حلقه عجبتني، بعدين قمت يعني صار شلون الشغف والفشي عجبني يعني ولطيف، فظليت كملت ولحد انا اتابع سنه صف ثانيه طبيه يعني. والله هو بصورة عامة بال2008 من كنت بالإعدادية بديت يعني أتابع عن طريق أصدقائي، يعني واحد يطل الأخ يقترح عليه في الشيء يقول لي تعال شوف هيك شيء، فبديت أتابع أنمي واثنين وهكذا يعني استمريت بيها،
إلى ولحد الآن أنا مستمر. بوقتها يعني هي عجبتني لأن طرحت أفكار جديدة، طرحت شغلات ما موجودة بغير يعني بغير أنواع ثانية من الفنون. أفضل شيء بالنسبة لي أنا بديت بالأنمي ومستمر بالأنمي لأن قصصها أسهل، وحاليا لأن وقتي ودراستي تتطلب مني يعني متابعة قليلة، لذلك هي كسهولة أسهل من قراءة المانجا أو الكتب اللي هي القصص، لذلك نعتمد على الأنمي ناخذ يعني حلقة أو حلقتين باليوم ممكن، مجرد يعني كمتابعة للأحداث والقصص اللي مستمرة حاليا اللي هي وقت العرض مع اليابان. الثقافة اليابانية هي خصوصا الحديثة خلينا نقول هي هو الانمي كان موجود، هو اكثر شيء جذبني. كان مثل ما تدري يعني احنا بدينا سندباد وذولا يعني من كنا صغار تابعناهم بالتلفزيون الاعمال المدبلجة، وراها تطورنا مرحلة ورحنا الاعمال المترجمة. الثقافة اليابانية هي لان تجربة مشابهة للتجربة العراقية، لذلك هي أكيد راح تنفع. الأنمي والثقافة إذا نحكي على قصص وأنمي فهي موجهة للشباب أولا وأخيرا، لذلك يحاولون يطورون من الشباب بأن يدفعون عندهم الإصرار والمثابرة في وأيضا النزاهة. تعرف أنت الثقافة اليابانية واليابانيين هم ناس كلش ملتزمين وشاعنهم وهاي، فمن تشوف مثلا أنمي أو تشوف مثلا تقرا مانجا اللي هي يعني مثل القصص المصوره اللي يطلع من عندها الانمي، فتعرف يعني تتعلم من عندهم اخلاقياتهم، تعرف اساليب تعامل، اشياء هواي مو بسهوله الشاب العراقي يحصلها بهالوقت يعني. وتعرف يعني احنا من نهتم بهيجي شغلات احسن ما نهتم بغير شغلات يعني مو لائقه او مو لطيفه او هيك شيء. الياباني بصوره عامه مره مثل يعني بوضعنا خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، طلع الامبراطور الياباني أدى يعني عبارة مشهورة، كان شايل بيده موس مال حلاقة، قال يعني شايل هيك اللي فوق، قال بهذا راح نبدي نعيد بناء الامبراطورية هيك، يعني كان أدى تصريحه قصده يعني بدأوا من شغلات إعادة تصنيع وإنتاج صناعي وهكذا، يعني بدأوا يطورون، طوروا اقتصادهم، طوروا ثقافتهم، طوروا نفسهم. فاحنا المفروض يعني كعراقيين بصورة عامة والشباب بصورة خاصة نستفيد من تجربتهم. فاصل قصير ونواصل مع ضيوفنا، لديهم ذكرياتهم القادمة من الطفولة التي جعلتهم يعشقون هذا النوع من الفلكلور. تحدث الشباب عن الأنيميشن والمانجا اليابانية وشرحوا تفاصيل تأثير الشخصيات المجسدة في حياتهم، كما تحدثوا عن التباري في تجسيد هذه الشخصيات. سنة تنزل الأنميات على أنواع، أكو أنميات يسموها طويلة تكون مستمرة سنين مثل أنمي ناروتو وأنمي وان بيس وغيرها من الأنميات، ذني أشهر اثنين. وأكو أنميات يسموها القصيرة اللي تنزل موسمية مثل موسم الصيف الربيع الشتاء وهذه المواسم على 4 أشهر. ف
فتشوفه أنه تعلق بقصة شخصية معينة، أو حب مثلاً حياتها الاجتماعية، حب تجربتها، أو يحس أنه أكو في جزء من شخصيتها يشابه شخصيته، فشوفها مثل ما كأنما تقرأ كتاب. أنت هذا الكتاب تتعلق ويا هذه الشخصية، تحسها كلش تمس حياتك أو تمثلك أنت، فمن هالقد ما يتعلق بها يحبها بجنون، شلون احنا مثلا كنا نحب مطربين معينين وكذا، تحسه كل شيء يتقمص شخصيته، هنا نفس الشيء. فمن يشوفها على شكل انمي، الكرنفال اللي هو كرنفال الكوسبلاير، الكوسبلاير معناها انه يلبس زي تنقرب بالشخصيه اللي هو يحبها. هي بالاساس من بدايات العشرينات قاموا يستعملون يرسمون، طبعا بصوره اساسيه تاثرت برسومات ديزني الامريكيه، بس اختاروا طريقة خاصة بهم إنه يقدمون القصص مالتهم بطريقة مختلفة عن قصص أفلام الكرتون الياباني الأمريكي العفو. بدأوا يسوون كتب وقصص مصورة رسومات تحكي واقع، قصص متنوعة بينها تحكي عن فلكلور، بينها عن واقع البلد، بينها عن أحداث مرت بالكاتب، عن أفكار يريد يوصلها الكاتب. هاي القصص يودوها لدور نشر، دور نشر يشوفها تعجبها الفكرة تنشر الفكرة بكتاب. الكتاب هذا ليش اشتهر باليابان وانتشر بصورة أساسية؟ لأن أولاً بها أفكار حلوة، هاي شغلة أساسية. الشغلة الثانية كانت كتب صغيرة. هو بفرق تقريباً، لأن المانجا هي تنزل قبل الانيميشن. المانجا هي عبارة عن رسوم قصص مصورة الكل شايفيها، تعطي أحداث تسبق الانمي، ومرات هم من نفس اكو احداث حسب الانمي. يعني اكو لما يسوون الانمي يضيفوا يشيلون كم شغله، بس المانجا يضيفون بها تفاصيل اكثر. زين الانمي يتعبون به اكثر كرسم، لان يعني يطبوا بهوايه مراحل. يعني لما تشوفهم بالاستوديوهات يطبون اول شيء مرحله رسم تجريبي سريع، وراها يطبون مرحله رسم ادق، وراها يدخلوها حاسبه يلونوها، لان مو تلوين بالايد. اول فكره حاولنا نسويها قلنا احنا نجيب لهم استيراد، بس ايضا مكلفه. احلى شيء شفنا انه العالم قامت تشتغلها بايديها، فحبينا نحط لهم حافز حتى شنو نكافئه على عمله، نكافئه على حضوره، لان لولا حضور الناس احنا ما قدرنا نحقق هذا النجاح. فشنو المكافأة؟ من التكتات نفسها اللي نبيعها نشوف ايش قد اكو ممكن يعني ترجع لنا مردود، ونقسمها على شكل جوائز، او مرات من الستور اللي نشوفه دار مدارنا من الارباح، زين نحاول نطلع له منه جائزه. اكو منهم يختارون شخصيه مثلا يقدر يسويها، بس هم الاغلب يعني شوف يختار شخصيه سهله، مثلا هذا ما يحتاج لفد فد ملابس اكثر او فد شيء على مود يدقق بها، يسوي فد شيء سهل. واكو منهم لا يعني حابين الشخصية فيريدون يصيرون يضبطوها بالملي. الشخصيات طبعا الشخصيات اكو بعض اخذ من شخصيات من الانيميشن، اكو بعض من القصص اللي هي المانجا، واكو بعض اختاروا شخصيات من الالعاب اليابانية. الشخصيات بصورة عامة اي واحد يقرأ قصة، اي واحد يشوف انيميشن، لازم اكو في الشخصيه تستهوي كونها على يعني يحسها انه تماس ويا شخصيته، يحسها مثلا عايشه بنفس الظروف اللي عاش بيها، مثلا نفس الاحداث، نفس الافكار، نفس يعني يحس اكو تشابه وترابط، يحس تمس روحه هاي الشخصيه، فيقوم يعني اي واحد يقرا المتلقي يقوم يحب هاي الشخصيه، يحاول يجسدها بالملابس مالته، بالتصرفات مالته، باطار الكرنفال فقط. جهد كبير في توفير الأمور المساعدة وتجسيد الشخصيات الكرتونية، من المكياج إلى تصميم المناظر والأزياء، بالإضافة إلى مكتبة أنشئت لإثراء محتوى هذه الثقافة والتعريف بها بين الشباب. احنا بالبدايه قلنا اساس نستورد ملابس من الخارج اللي هي الكوزبلاي التنكريه، بس شفنا انه هي مكلفه، يعني على ما يجيبوها ويستوردوها وقمارق وبريد وهالسوالف تصير اغلى. يعني ناس حتى اذا حابه هي الشخصيه او جايه تريد بس تشارك تشوفها غاليه، يعني
أنا واحد من الناس من إذا أريد أختار لي شخصية أشوف الأسعار غالية غالية يعني أكو منهم توصل $1,000 أكو منها 500 أكو 100 هي حسب. بالنسبة للكوس بلاير مكياجهم وتجهيز أدواتهم كلها تعتمد عليهم، لأن إحنا من نجي نصنف الكوس بلاير الأفضل حتى نعطي جائزة يكون كلها إلها نقاط معينة، إذا هو مشتغلها بإيده إلها فد نقطة، يعني اللي يتعب بنفسه ويعتمد على نفسه مو مثل اللي يتعب بمساعدة الآخرين، وهذه في الشغلة طبعاً همينا حبينا نأكد عليها وننقلها أيضاً موجودة باليابان. اليابانيين حلوة وطبعاً كانت موجودة عندنا بالتاريخ العراقي القديم، دائماً تحس إنه هذا الإنسان اللي بحده يشتغل بدون ما يعتمد على جهة ثانية يحاول يصنع الشيء هو بوحده ويقدمه بأحلى صورة بوحده يستحق أنه تدعمه أكثر، يعني أنت تتعلمه أنه أنت بوحدك تقدر تصنع شيء. بالكرنفال شفنا مرضى السرطان كلش بسبب الأوضاع مع البلد صاروا يعني بطبقة ثانية وثالثة ورابعة، يعني أوضاعهم كلش تعبانة يحتاجون أبسط المستلزمات مدى توفر لهم، يعني كيلونات أجهزة أعطاء الكيمياوي، يعني هاي اللي هي حياتهم معتمدة عليها، حتى المغذيات مدى يقدرون يحصلوها بسبب الأوضاع مع البلد والميزانية اللي يعني توجهت الغير شغلات عن غير شغلات. فقلنا إحنا نحاول ندعمهم نحاول نساعدهم نحاول نفرم هاي الشغلات. لم ينسى الشباب أن يصبوا جهودهم في إقامة حملات إغاثة وجمع للتبرعات لإعانة الفئات المتنوعة من أبناء المجتمع، ربما احتوى حائط الأمنيات الذي كان إحدى فعاليات الكرنفال على أمانيهم بغد أفضل للجميع. الهدف الاساسي من عندنا انه اوكي احنا عندنا هوايه وعندنا شيء نحبه بس حاولنا نستثمره حتى يفيد مجتمعنا. زين المجتمع العراقي لاحظنا السنه احنا قبلها سوينا حمله اغاثه للنازحين وقبلها وكانت انه طلبنا مساعدات بس مو ماديه، طلبنا مساعدات انه ممكن يجيبونا اي ملابس مستعمله ونشرناها كاعلان، اي ملابس مستعمله بس تكون جيده ناخذها نوديها الى جمعيه خيريه وجمعيه تتكفل انه تنقلها للناس المحتاجين. السنه لاحظنا احد الاصدقاء اللي هو استاذ ومدرس بمعهد السياحه اللي هو استاذ هيثم كان يشكي لنا على حاله الاطفال مرضى السرطان اللي هي فئه يعني خلينا نقول مو مهمشه وانما صارت بسبب الوضع الامني وبسبب المعاناه اللي يعانيها الشعب صارت فئه قليل الناس تلتفت لها بسبب انه اكو جروح اكبر فالناس متوجهت لها. هي اول مسابقه رسميه بالعراق ومدعومه شركه كونامي، يعني كان الاقبال بها حلو زين يعني هوايه قدموا بها. سوينا مسابقات تجريبيه قبل المهرجان واختبرناهم يعني ما شاء الله يعني خوش عدد. احنا حائط الامنيات مثل ما ذكرت حضرتك هي فكره تابعه من افكار اللي موجوده دائما هي ويا المعابد اليابانيه. باليابان عندهم بحسب تعاليمهم وتقاليدهم انه اكو يطلبون من الاله انه فد شغله، احنا بنفس الوقت هم نطلب من رب العالمين شغلات انه فضفناها ويا صندوق التبرعات حتى بنفس الوقت يعني بالصدقه مال الحاضرين تعتبر تقرب الى رب العالمين، عسى ولعل ان شاء الله يحقق لهم امنياتهم. وهوايه شاركوا وهوايه بعض الامنيات فتحناها، امنيات كلها تدعو للسلام تدعو للعراق بالخير، امنيات يعني يحاولون انه ينهضون بوضعهم يطلبون امنيات للمستقبل جيده ان شاء الله. من شأن الانفتاح على تجارب الشعوب في تجاوز مآسيها أن يعزز تجربة الشباب في فهم مشكلاتهم وتحقيق أحلامهم كما يقولون. بريدنا الإلكتروني شباب@الحرة.com وحساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي بانتظار مقترحاتكم. لقاؤنا معكم يتجدد حتى ذلك الحين، دمتم في أمان الله.